للمشاهد شفت فيها اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه سلطاره البيضاء. وكيف ما كتشوفوا معنا اليوم متقاعدوا لديك يطلبون من السيد والي مدينه البيضاء ومن الجهات الوصيه تدخل لدى الشركه المذكوره اللي هي شركه لديك لاسترجاع مستحقات المسلوبه زياده 2011، يعني يوم عيد الحب. هذا العيد هذا ولا هذا اليوم العالمي للكل يحتفل به عبر العالم. هاد الناس هادو اللي كيطالبوا بحاجه وحده، كيطالبوا بالحقوق ديالهم، يعني ما باغين حتى شي حاجه اخرى. كان ربما انهم يقدروا حاليا انهم يكونوا يحتفلوا مع العائلات ديالهم، مع وليداتهم، مع الاقرباء اليوم، لكن للاسف حقوقهم المسلوبه خلاتهم انهم يخرجوا ويوقفوا امام ولايه جهه الدار البيضاء سطات من اجل المطالبه بالحقوق ديالهم. كيف ما قلت لكم قبل مشاهدينا، اليوم يوم عالمي، يوم عالمي للحب، للموده، للاخلاص، للوفاء. يعني الحب هي كلمه كتكون من جوج ديال الاحرف ولكن معانيها كثيره، وكذلك يعني مفاهيمها كثيره وكبيره وقيمتها عند الناس وخاصة المغاربة كبيرة، لأن حنا مغاربة معروفين بالحب، كنحبوا بعضياتنا وكنحبوا الخير لغيرنا. ولكن هاد الناس هادو خلاو هادشي كاع كامل وراهم، فكروا في حاجة وحدة، فكروا في الحقوق ديالهم المسلوبة، فكروا في يعني هاد الناس اللي هم المتقاعدو ديال الشركة لديك اللي سنوات وهم خدامين سنوات من الجد ومن الجد والكد والاجتهاد كذلك. فاحنا عارفين مثال قديم اللي هو من جد وجد ومن زرع حصاد. هاد الناس خدموا وزرعوا وللاسف حاليا المصير ديالهم انهم يخرجوا يديروا وقفات باش يطالبوا بالحق ديالهم وبالحقوق ديالهم المسلوبه. يعني كيف ما كتبعوا العشرات من متقاعدي الشركات ليديك في هذه اللحظات امام ولايه جهه الدار البيضاء سطات من اجل المطالبه بالحقوق ديالهم المسلوبة وزيادة 2011. يعني هاد الناس اللي مروا في وقت ولا هما اللي وقفوا الشركة المذكورة وهما اللي كانوا يعني خدموا مع أجيال كثيرة، وللأسف اليوم الحق ديالهم المهضوم راهم كيوقفوا. وما نساوش كذلك الأرامل، حتى هما يعني أرامل العمال، حتى هما كيجيو كيوقفوا كيطالبوا بالحق ديالهم، يعني حقوقهم كما قلت كيف ما شفت قبل المسلوبه. واللي مازال الشركه ما بغاتش انها تجلس معاهم يعني في طاوله الحوار وانا تتكلم معاهم وانا تحل معاهم مشاكلهم، فهم كيطالبوا من السيد والي الجهه مهيديه انه يتدخل ويوقف مع هاد الناس باش يوصلوا الحق ديالهم. ففعلا من الصعب انك تشوف الحق ديالك مهضوم وانت ما واصلش ليه، واقف في الشمس في هذا الوقت في هذا الطقس، مسامح بزاف ديال الحوايج غير باش توصل وتاخذ الحق ديالك اللي هو اصلا خصو يوصلك. ولكن للاسف ربما مثل هاد الشركات كيامنوا بواحد المثل اللي هو ان الحق يؤخذ ولا يعطى، يعني خص الناس يتقاتلوا باش ياخذوا الحق ديالهم. هادشي واقع للاسف ما خصناش نشوفوه. فكنتمنى ان الرساله ديالهم توصل للمسؤولين ويوصلوا الحق ديالهم في اقرب